السلام عليكم محترمين، ان شاء الله تكونوا بألف ألف خير. بداية في أول فيديو عايز كل حد بيتابعني أو بيسمعني أو بيشوفني صلى على النبي في الكومنتات عشان تكون صادقة جارية في حياتنا وبعد مماتنا ان شاء الله بإذن الله. النهاردة عايز أتكلم في موضوع الحسد. يعني بصراحة موضوع ظريف جدا، بيقابلني حاجات كتيرة جدا غريبة. أي حد بيحصل له أي حاجة في حياته بيربطها بالحسد. ليه يعني بتربطها بالحسد؟ يعني ايه علاقة الحسد بان انت مثلا حصل لك مشكلة او اي حاجة؟ ايه هو الحسد اساسا؟ يعني الحسد هو تمني زوال نعمة من الغير، يعني وما تكونش يعني انت حاجة مش عندك وبتتمنى ان هي عند حد تاني، بتتمنى ان هي ايه تروح من عنده، او بتتمنى ان هي تكون عندك ومش عنده. طب ليه ما تحمد ربنا على اللي انت فيه؟ الحمد لله على انا فيه. ارضى بقضاء ربنا في كل حال. انت ليه دايما حاطط نفسك في مكان ان ده عنده حاجه مش عندي فيا رب تروح من عنده؟ لا، ادعي ان ربنا يزودها له وتبقى عندك انت كمان. في ناس بتفكر ان كل حاجه بتحصل لها في حياتها نتيجه حسد. لا خالص ابدا. على فكره لو انا سبت خطيبي، لو انا مذاكرتي قلت، يعني بذاكر كتير جدا ومذاكرتي قلت، وحد يعني بيربط الحسد بالمذاكره وبالرغم ان هو ما شاء الله والله اكبر اللهم بارك. يعني انا زوجتي لو شافت شويه نمل ماشيين في الشقه تقول لي احنا محسودين. لا، احنا نقول الحمد لله. ايوه الحسد مذكور في القران وكل حاجه، بس في تحصينات للحسد برضه. يعني دايما كل اعوذ برب الفلق، كل اعوذ برب الناس، احنا في تحصينات للحسد عامه. يعني كل حاجه ليها تحصينات. ذكرني موقف دلوقتي في 2009 تقريبا، 2009. كنت انا ووالدي فاتحين مصنع ملابس، مصنع ملابس حريمي يعني، وكنا بننزل شغل عتبه وشغل لحتت كتير، حدايق والزاويه، وكنا بننزل اماكن كتيره جدا لحد 2016. هنشيل منهم 2011 واول 2012 كده، ووقعنا في 2016. يعني خلاص ما بقاش فيه لا شغل، والسوق واقع، والإدارة يعني بندير كل حاجة غلط تقريبا في الفترة ديت. احنا وقعنا يعني خلاص، وقعنا في الشغل عامة. مش حسد، دي قلة خبرة، قلة تفكير، قلة تركيز. السوق وقع منك، مفيش حاجة جيدة حصلت منك انت وقعت فيها. ده مش حسد. الحسد احنا واحد راح يشترى بطيخة، لا هقرع ده محسود، ولسه البطيخه محدش شافها. واحد بنت جابت بلوزه جديده اتقطعت وحدش عرفها ولا حد شاف البلوزه، انا محسوده. لا، ما نربطش كل حاجه بالحدث. اول حاجه لازم نحمد ربنا على كل حاجه عندنا. لازم نحمد ربنا على كل نعمه عندنا. لازم برضو اي حد عنده حاجه مش عند غيره يتمنى له الخير، هتزيد عنده وهتبقى عندك. يعني انت في اي حال من الاحوال ربنا هيديك على قد نيتك. خلينا دايما متفقين ان في كل الاحوال ربنا هيديك على قد نيتك انت. مش معنى ان هي مش عندك، طب ما ممكن يكون حد عنده حاجات كتير وربنا ياخدها منه ويقول لك ده حسد. لا، ده مش حسد، دون عقاب من ربنا. يعني احمد ربنا ان ربنا بيعاقبك في الدنيا قبل الاخره، يعني واحسن ما تتعذب في الاخره. ليه يعني ما تربطش ده بالحسد خالص؟ انت لازم تربط دون ان ده ممكن يكون عقاب ربنا، خدوا منك في الدنيا احسن ما ياخدوا منك في الاخره. لازم تحمد ربنا على النعمه فيها، لازم ترضى بقضاء ربنا، لازم كل دون تقول الحمد لله على النعم اللي انا فيها. في انت عندك الصحه، وفي ناس ما عندهاش الصحه، عندك الستر، عندك الرضا، لازم كل ده موجود. مش معنى بقى كل الاحداث دي تحصل نربطها بالحسد. ليه يعني؟ انا شايف ان الموضوع بياخد اكبر من حجمه، وزي ما قلت لكم انا المدام عندي لو شافت شويه نمل تقول لي احنا محسودين. لا خالص، صدقوني يعني الحمد لله على كل حال وعلى اي حال، وفي كل وقت لازم نقول الحمد لله، وكل وقت لازم نرضى بقضاء ربنا. هتعلى لوحدك، هتكبر لوحدك، ربنا هيبارك لك في اللي انت بتعمله. ممكن الحاجات اللي ربنا بياخدها منك ديت نتيجة الذنوب اساسا. يعني
انت عندك ذنوب، ربنا بيغفر لك بالحاجه اللي عندك ايا كان هي ايه نوع الحاجه. مش لازم تكون حاجه مرئيه، مش ما يعني ما مسموعه محسوسه، لا لازم يعني ربنا بياخد منك حاجه انت بتحبها ايا كان هي ايه الحاجه اللي انت بتحبها. بس ده عقاب ربنا في الدنيا لازم ترضى بيه، انت لازم ترضى بعقاب ربنا. واحد مثلا هيعمل مشروع ومش قايل لحد خالص ان هو يعمل مشروع، وفي بدايه ما هو بيفكر وهيعمل مشروع ازاي، بيحط خطه استراتيجيه ماشي عليها ايا كان هو هيعمل ايه، والمشروع ما كملش يقول لك انا اتحسدت، هو اصلا مش قايل لحد. يعني انت مش قايل لحد ان المشروع هيتعمل ولا انت في حاجه هتعملها والمشروع ما كملش، يبقى اتحسدت منين؟ انت اتحسدت بس وانت مش قايل لحد اساسا. انا شايف بصراحه ان الحاجه دي لو راحت عشان نتيجتها ذنوب فدي حاجه كويسه جدا انها تتاخد مننا في الدنيا ونتعاقب عليها في الدنيا احسن ما تتاخد مننا في الاخره. لازم نرضى بكل شيء وكل حاجه ربنا كاتبها لنا. انا مر علي حاجات كتير جدا اقسم بالله ما ربطهاش بالحسد نهائي. يعني انا يعني في حاجات كتيره جدا اساسا بعمرها في ما الواحد يفكر ان هي تحصل له وبتحصل له ما يربطهاش بالحسد. انا كنت بنزل السوق يوميا قسما بالله بنبيع بال 500 قطعه بال 300 قطعه بالدست. انا كنت فاتح مصنع ملابس حريمي انا ووالدي، وكنا شغالين من 2009 ل 2016 بكميه فظيعه جدا لدرجه ان احنا كنا بنروح اماكن تانية نصنع فيه عشان مصنعنا مش مكفي الكميات اللي عندنا دي كلها. والله العظيم يعني ما ربطناش ده بالحسد خالص. ممكن نربطه بشيء تاني، قله خبره، ربنا مش خلاص انت ربنا يعني اداك الحمد لله في الوقت ده بنصيبك رزقك ارضى بيه. انا في بعد الفتره دي في 2017 تقريبا، يعني تقريبا في الفتره دي اشتغلت سواق، مش مكسوف من اللي انا بقوله، اشتغلت سواق عند ناس محترمه. في الفتره دي برضو عملت كذا حادثه، يعني في الفتره من 2016 من 2017 كده وانا طالع 2018 ولا حاجه تقريبا، قعدت سنه كنت شغال سواق عند ناس محترمه، والناس بصراحه يعني عملت حادثه ما مشونيش، عملت التانية ما مشونيش، عملت التالتة برضو ما مشونيش، اتنقلت من المكان اللي انا كنت فيه لمكان تاني عملت حادثه تاني والله ما مشوني، عملت حادثه تاني ما مشونيش عشان لسه ربنا كرمني في المكان. مش معنى كده ان انا محسود، لا انا واحد ماشي بالعربيه بتهور، مره انا اللي غلطان، مره مش غلطان، مره سرحت، مره مش هربط ده بحسد. انا واحد نايم في العربيه، واحد سايق مش واخد بالي من الطريق فعملت حادثه، يبقى انت طبيعي مش مركز، مش محسود، اكيد مش محسود ده. ولما اتنقلت مكان تاني وابتديت ربنا يكرمني اكيد في اخطاء بقع فيها، مش معنى كده ان ده اسمه حسد، لا اكيد انا ببقى مقصر في حاجه فربنا بيعاقبني فيها، ما اسموش نهائي حسد. يعني ده انا بتكلم على نفسي. شوفوا يعني زينا كام واحد، شوف انت وانتي وكلنا اي حاجه بتحصل لنا ومش قايلينها لحد بنقول ان ده حسد. لا منين ان ده حسد؟ بس انت اصلا مش قايلها لحد، منين ان ده حسد؟ يعني حاجه مش طبيعيه نهائي. وبرده في تحصينات للحسد، يعني الحسد مذكور في القران زي ما قلنا وليه تحصيناته، بس ما تربطش كل حاجه في حياتك بالحسد. يعني حاجه بتضايق، يعني لازم ترضى وتحمد ربنا وتشوف حاجه عند غيرك تقول يا رب يزيده ويبارك له فيها، ربنا هيديك زيها لو انت بتتمناها لنفسك. يعني دايما ما شاء الله، اللهم بارك، اللهم صل على النبي، كل الكلام ده كويس جدا. يعني اخواتنا الاقباط برضو باسم الصليب يعني دايما يقولوا اذكارهم، يعني حاجات طبيعيه خالص. مش معنى بقى ان انت حاجه دي مش عندك يبقى انا بتمناها انها تزول من غيري علشان تبقى عندي. طب ما ممكن تبقى عندي وربنا ياخدها مني، ما لهاش لازم. انت دايما اتمنى الخير للغير، يعني اتمنى الخير للغير دايما دايما، تبقى حاطط في دماغك ان ربنا بيديك على قد نيتك انت، مش
مش هيديك على نية واحد تاني، لا طبعا. وكل حدث بيحصل لك في حياتك اربطه بنفسك، ما تربطوش اصل ده حصل اصل ده ما حصلش. لا انا بقول لك انا كنت بسوق العربية ممكن اسرح، ممكن غصب عني اكون بفكر في حاجة، ممكن اكون ببعت مسج لحد اعمل حادثة مش كده. انا مش مركز في شغلي، انا كده انا اللي مقصر في شغلي، مش معنى كده ان انا اللي يعني اتحسدت، لا طبعا. انا راجل قصرت في حاجة فاتحسدت عادي خالص، لا طبعا. انا راجل قصرت في شغلي عشان كده عملت الحادثة، مش عشان كده اتحسدت، لا كلام مش منطقي خالص. يعني نقطة أخيرة عايز أتكلم فيها، إن كل واحد بيتمنى الخير لأي حد تاني ربنا هيديك يعني زيها يمكن أكتر منها كمان، بس أنت تتمنى الخير والحمد لله ورد قضاء ربنا وبقدره. وآسف لو طولت عليكم، وإن شاء الله كل الفيديو يكون عجبكم أو اتكلمت معاكم في موضوع يكون مناسب جدا. تصبحوا على خير.